بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادة مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ولقاؤنا المتجدد في برنامجكم الإمامة وليلة القدر. هذا البرنامج الذي نخوض وإياكم فيه في غمار هذين البحرين العميقين، والتي لا زلنا نخوض في بحرها الأول، ألا وهو بحر ليلة القدر المباركة. والحديث الشيق والممتع والمبارك مع الشخصية الدينية العلمية والباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ كميت الأسدي. أهلا ومرحبا بك شيخنا العزيز، ضيفا من على شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. الله يحفظ الأخوة في القناة الكريمة ويحفظ جميع السادة المشاهدين. سماحة الشيخ، نحن قد اعتدنا نحن والسادة المشاهدون أن نسمع منك ملخصا حتى ترتبط أذهاننا بما تحدثنا به في الحلقات السابقة، وموضوعنا لا زال يتعلق بشرح سورة القدر التي هي محل الحديث عن ليلة القدر، ونريد أن نسمع منك شيئا وإن كان مبسطا عن ما تحدثنا به في الحلقات السابقة لنشرع في حديثنا اللاحق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم على السادة المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد ذكرنا أن في السورة المباركة سورة القدر أمرين عظيمين. الأمر الأول يتعلق بنزول الكتاب المبين، والذي كان مظهر نزوله وجعله هو القرآن، وذكرنا لذلك الشواهد وكثير من الأمور والثمرات التي تظهر في ذلك البحث. وأما الأمر العظيم الثاني فهو نزول الملائكة والروح في ليلة القدر. ومن جملة ما تعرضنا له في هذا البحث الذي لازلنا في بداياته طبعا، هو التعرف لوظائف الملائكة قرآنية. ما ذهبنا إلى بيان وظائفهم من خلال الروايات أو من خلال الحكمة، لا، قرآنية. وبعض الوظائف ذكرت إجمالا وكرأس نقطة يعني. ثم دخلنا في المقام الثالث، حيث أن بحثنا يكون على شكل مقامات، وكان المقام الثالث قد تم. ثم شرعنا في المقام الرابع، وهو الذي يعنون بعنوان نزول الملائكة، بمعنى أنه طبعا هذه النقطة بالذات كانت هي من النقاط الأخيرة في وظائف الملائكة التي تعرضنا لها في بعض المقامات السابقة. نزول الملائكة، الملائكة ينزلون أو لا ينزلون، باعتبار أن الآية الكريمة قد ذكرت هذا الأمر صراحة أن هنالك تنزل للملائكة. وقد سبق بأن الوجودات المجردة عن المادة والماديات، لا المادة موجودة ولا آثار المادة موجودة، هذه حينئذ لما لم تكن مادة، يعني لم يكن لها جسم، لم يكن لها عين ووضع وموضع، لم يكن لها زمان، لم يكن لها مكان، لأن المكان والزمان هذه أبعاد للماديات، أفلاك أجرام سماوية ما إلى ذلك. إذا كان الوجود فوق المادة مجردا عن المادة، فهذه توابع المادة، لوازم المادة. لذلك فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان، لا يحيط به مكان، لأنه مجرد عن المادة. ونحن لسنا كبعض المذاهب الإسلامية ممن يقول أن المجرد الوحيد عن المادة هو الله سبحانه وتعالى. أبسط شيء عقل الإنسان مجرد عن المادة، ما أتكلم عن الدماغ، عقل الإنسان اللي هو إدراك، على الأقل إدراك الكليات،
الذي هو ثابت لدى الجميع وجوده، لا نقاش في مسألة وجود العقل عند الإنسان. قد ربما البعض يعني يفسره بمعنى الدماغ وإدارة أعمال البدن، مو هذا العقل، هذا جزء من هاي وظيفة من الوظائف التي توجد في البدن، كما يوجد الآن في السيارة يسموه عقل إلكتروني. لكن هذا العقل عنده قدرة على إدراك الحقائق، اللي هو يعبأ بالمعلومات، يعبأ بالمعلومات. أما إدراك الحقائق، التمييز بين الحقائق والأوهام، هذه وظيفة العقل، فضلا عن إدراك الكليات، هذه وظيفة العقل. العقل مجرد عن المادة، لا يمكن لأن يكون جزء مادي في جسم الإنسان كالدماغ هو العقل الذي يدرك الحقائق ويميز بينها وبين المهمات. لا يمكن أن يكون الدماغ هو العقل الذي يدرك الكليات بحيث يرجع كل مصداق معين إلى كليه الذي ينتسب له. فإذا من انغمس الإنسان في الماديات، من الصعب عليه أن يدرك هذه الوجودات الروحية التي هي غيبية، ومعنى غيبية أنها غائبة عن أعيننا وعن أبصارنا، عن الحواس. فإذا انغمس في الماديات أكثر، أكيدا هذه الوجودات الروحية لا يمكنه الإحساس بها والشعور بها، أليس هذا الأمر صحيح؟ بطبيعة الحال هي أساسا لا تحس ولا يشعر بها، وإنما تدرك، وفرق بين الشعور والإحساس وبين الإدراك. الإنسان إما أن يدركها بعقله عقلا يثبت عنده، كما يثبت عنده عقلا وجود الحق سبحانه وتعالى، وجود واجب الوجود، وجود الإله. نجد أن إثبات وجوده غير متوقف على أدوات حسية وأدوات شعورية، بل يتوقف على الأداة العقلية. وهناك الإدراك الآخر اللي هو الإدراك الشهودي، حيث يكون للقلب، وأيضا نقصد بالقلب ليس العضلة الكمثرية، لا، وإنما هو قوة النفس الباطنية، وهي مرتبة من مراتب الإنسان، هذه الحقيقة الواحدة. فالقلب يشاهد ويشهد حقائق غير ما تدركه الأدوات الحسية التي لديه، والعقل له وظائف غير وظائف القلب وغير وظائف الأدوات الحسية. يعني هي نفس الإنسان لم يدرك منها العلم الحديث إلا ما وصل إليه من خلال مشرطة المختبر، وهذه الأدوات لا توصل له أكثر من ذلك. فالملائكة من الوجودات المشرفة على عالم المادة، المهيمنة على عالم المادة لأنها تديره. صحيح بعض الملائكة لها وجهة، صحيح أن بعض الملائكة لها وجهة إلى العالم الحسي والعالم المادي، وهم ملائكة ليسوا الملائكة العلويين، ملائكة سفليين، يعني مقاربين لعالم المادة ومن صقع عالم الملكوت اللي هو يأتي بعد عالم الملك. وبالمناسبة الذي يكون أعلى من عالم الملكوت هو عالم آخر اسمه عالم الجبروت. سماحة الشيخ، أنت تورد هذه المصطلحات وفي الحقيقة بحاجة إلى أن نفككها لكي يفهم حينما تطلق لفظ الملكوت والجبروت والملك، يستطيع السادة المشاهدون الكرام أن يفهموا هذه المصطلحات. تلاحظون أنه بعض الآيات الكريمة تقول أنه الملك بيد الله، ولكن آية أخرى تقول أن الملكوت بيد الله. الفرق بينهما أن الملكوت هو باطن عالم الملك، ولهذا الباطن اللي هو قريب من الملك وهو عالمنا هذا عالم الظاهر، لما كان قريب من عالم الملك، قريب من عالم الظاهر، فله وجهة، له وجهة، والعبد له مسانخة ومناسبة بينه وبين عالم الظاهر. نعم، الطرف الثاني من عالم الملكوت يتصل بعالم أعلى وأرقى، وهو عالم الجبروت اللي هو عالم التجرد التام عن المادة وعن الماديات مطلقا، عن المادة وعن آثار وقوانين المادة، باعتبار أصلا لا وجود لعالم المادة في ذلك العالم الرفيع.
عالم الملكوت إذن عالم متوسط بين عالم الملك وعالم الجبروت. بالحقيقة يعني من ضمن هذا البحث يوجد تعرض مو فقط عقلي، لا، تعرض من خلال الروايات الشريفة الكريمة التي تعرضت لعالم الملكوت ومعنى عالم الملكوت وسكان عالم الملكوت وبعد العالم الأعلى والأرقى وهو عالم الجبروت. كلما تعالينا وترقينا في العوالم كلما خفتت الحواس والمواد. يعني أنت لا تجد من آثار المادة، إذا وجدت شيء من آثار المادة هو مقادير المادة، الأبعاد، طول وعرض وكذا وعمق. إذا وجدت شيء تجده في بداية عالم الملكوت، في أواسط عالم الملكوت، بعدها تنتهي هذه القضايا. الملائكة كما مر علينا أنهم المدبرون في المدبرات أمرا، أخرى تقول والمدبرات أمرا، وكل العوالم التي سوى الله سبحانه وتعالى يوجد فيها الملائكة. فالملائكة مراتب عظيمة، لذلك يصطلح على المراتب العظمى منهم بالملائكة المقربين. وهذا هو الأمر الذي بودي أن أتحدث عنه. هذه التصنيفات للملائكة التي حدثت، منهم الملائكة المقربون ومنهم الكروبيون ومنهم كثير من المسميات وردت في القرآن الكريم، درجة إذا كانوا الملائكة بمستوى عقلي واحد، ما وجه التفضيل؟ يعني حتى العقل مراتب، العقل مراتب. طبعا بالحكمة يعبرون عن الملك بالعقل، العقل مراتب، منه العقل الفعال في الحكمة، فهناك إذن عقل أعلى. ولا شك ولا ريب أن العقل الأول، العقل الأكمل بعد الله تعالى، يعني بعد سلسلة عالم الإمكان، بعد ما تبدأ سلسلة عالم الإمكان بعد الله تعالى، بعد عالم الربوبية المطلق، هو النبي صلى الله عليه وآله، هو الإنسان الكامل، هو العقل الكامل الذي خطبه من قبل ربه وبارئه: أيها العقل أقدم فأقدم، أيها العقل أقبل فأقبل، أيها العقل أدبر فأدبر. قال: ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أثيب بك أعاقب. التسميات تختلف من حيث الجهات والحيثيات، فيعبر تارة النور نبيكم، تارة يعبر العقل الكلي. هذا العقل أيضا كما أنه يترقى صعودا يتنزل أيضا، ولكن تنزل غير الماديات في عالم المادة بمعنى ظهورها في عالمنا بما يناسب هذا العالم. الملائكة وجودات مجردة عارية عن المواد وعن الماديات، على الأقل هذا هو المشهور بين الإمامية أعزهم الله تعالى. بس احنا ما نقيم في وزن لغير يعني لغير المعتبر من مثلا افترض الفرق الإسلامية كالحشوية والوهابية، هؤلاء يعني أشبه بالأحجار المتحركة، ماديون صرف، حتى ربهم عندهم مادي. يعني قد في بعض الأحيان ينكرون ذلك بألسنتهم، ولكنه اللوازم القريبة جدا التي لا تنفك إثبات الماديات والمادة لربهم. هم شاءوا أن يختاروا ربا ماديا، هذا رب ما أوجدوه في كتبهم تكاد تكون سفاسف لا يمكن للعقل تصديقها أبدا. يعني والمشكلة في ذلك أنهم قد عمدوا على تطبيق هذا الذي كتبوه هم بأنفسهم على الواقع الحقيقي، فلذلك ترى ما يقومون به من أفعال شنيعة قد أثرت في سمعته. مذهب مذاهب مادية وفي عمقها مذاهب الحقيقة سفسطية، من السفسطائيين اللي كان في زمن اليونان، الذين آمنوا بالتناقض وشككوا بكل شيء. هذول لما أنكروا التحسين والتقبيح العقلي صار عندهم الجمع بين المحال وغير المحال سواء. يعني طبعا هذا ما يختص بالوهابية، يعني هذا مذهب للأشعرية للأسف. يعني على أي حال، فالملائكة وجودات علوية موجودة في عالم الجبروت، موجودة في عالم الملكوت، فيما بينهما من العوالم، في كل العوالم مما سوى الله تبارك وتعالى. فأي معنى لتفسير نزولهم بالتجافي والتحرك من موضع إلى موضع؟
هذا موضع وموضع، هذا كله لأنه الإنسان منغمس في عالم الحس، عالم المادة، ما يقدر يتصور أكثر مما يحسه من أنه أنت في موضع لازم الموضع الثاني خالي منك. ولو لم يستخدم الباري عز وجل هذا المصطلح، مصطلح النزول والإنزال وغيره الذي يدل على في ظاهره على وجود حركة وغيرها، أعتقد أنه لو استخدم المصطلح الحقيقي لعملية وظائف الملائكة لا يفهمها الإنسان وهو يعيش هذا المحيط المليء بالماديات والمحسوسات أنا عندي أكثر من نقطة فيما ذكرتم، ذكرتم حوالي يعني كم سطر لكن تفرع عليها عدة نقاط. نحن منكم نستفيد. العفو، الله يسلمكم ويحفظكم. يعني أولا اللغة التي تكلم بها القرآن الكريم هي لغة بشر، مو صحيح إنا جعلناه قرآنا عربيا في المقام الأول الذي تعرف، وبلسان عربي، وهكذا كل لسان وكل لغة مهما كانت وسيعة عظيمة بالنتيجة اللي أوجدها اللي تعامل بها تواضع عليها هم البشر، والبشر في الغالب جدا أو ولا أقل هو في نشأته الأولى هو أصلا مادي حسي، فلغته تتناسب مع هذا الوضع. نعم هناك بحوث من أنه الكلمة التي توضع لمعنى توضع لذلك الغرض، والغرض مو بالضرورة يعني أنا حينما أضع اسم معين قد لا أضعه مباشرة إلى المسمى المادي المحسوس، وإنما للغاية التي كانت في ذلك الجسم المحسوس أو الكائن المادي المحسوس. بالنتيجة يعني الأمثال تضرب، ولغة القرآن هي لغة الأمثال، وضربها الله تعالى لأجل أن يتعقلها العالمون ويتفكر بها العالمون. فالملائكة وجودات مجردة، إذا آمنا بأنه يوجد مجردات غير الله ففي تلك الوجودات أيضا ما يدبر وهو المدبر والمدبرات وهم الملائكة، فأي معنى لغير المادي أن يتحرك؟ هذا التحرك والسكون كلها صفات عالم المحسوس وعالم المادة، وعليه فالملائكة تتجلى وتظهر في عالمنا، ولكن ظهورها وتجليها ما يناسب البشر العاديين البشر المتعارفين هذا محدود جدا، وبالتمثل كما في تمثل جبرائيل عليه السلام للسيدة الصديقة مريم عليه السلام. سماحة الشيخ أنا أعتذر للمقاطعة، لنقف عند هذه النقطة، نأخذ فاصل نعود بعده لإتمام الحلقة. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لإتمام حلقتنا من برنامج الإمامة وليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ها قد عدنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام، وباسمكم نرحب بسماحة الشيخ كويت الأسدي، أهلا ومرحبا بكم شيخنا. نحن توقفنا قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن تمثل الملائكة في الوجودات المادية، وضربتم مثالا حيا قد ذكره القرآن الكريم صراحة، وهو موضوع تمثل الملائكة للصديقة مريم صلوات الله وسلامه عليها. نريد أن نسمع منكم شرحا لهذا. وهكذا تمثلات أخرى وظهورات أخرى تناسب هذا العالم قدر الإمكان، يعني هذا الظهور ليس محشوا بالمادة وإنما هو مقادير بحيث يتراءى ويبدو الملك كهيئة إنسان، كما في هيئة جبرائيل التي ظهر فيها بهيئة يعني هيئة دحية الكلبي رضوان الله عليه، وكان من الأصحاب المعتبرين. هذا الأمر أيضا سماحة الشيخ ودي أن أقف عنده،
الأمر ثابت لدينا أنه كان يتمثل بصورة. البعض يسأل يقول لك لم نرى في التاريخ شهرة لهذا الرجل حتى يتمثل جبرائيل، هذا الملك العظيم الذي وصفه القرآن الكريم بأوصاف عديدة وأعطاه 6 توصيفات في آية واحدة، مكين متين يعني مطاع ثم أمين. هذه التوصيفات ينزل بصورة دحية الكلبي، لم يعهد على في التاريخ أن يذكر هذه الشخصية أو تذكر هذه الشخصية. هل لك أن تقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ؟ ربما هناك خصوصية معينة في دحية لم تصل لنا تاريخيا، ولا يتكفل التراث الذي عندنا بإيصال كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، بل هذا التراث الذي وقع لعوبة بني أمية ومن سبق بني أمية ومن بعدهم، تارة يحرقون المصاحف، تارة يحرقون أحاديث النبي، يفسحون المجال لكعب الأحبار هو يصير المفسر الأعظم والمفقه الأعظم، ماذا تتوقع من هؤلاء يعني؟ وهذه أيضا من المظلومية التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي مظلوم أنه مظلوم، يعني ما تعرض له شيعة أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام، واقعا إعجاز أن يبقى هذا المذهب هذه السنين هذه القرون. إحنا وهذا دليل العناية الإلهية بهذا المذهب وبقادته، يعني هالأيام هالسنين أنه الشيعة صار لهم وجود عالمي، أكو رأي عالمي يحميهم شوية، أكو صارت عندهم كيانات إلى آخره، صوتهم صار مسموع. قبل هذا إحنا نذبح بلا هواد، ومما كان يذبح كتبنا ومكاتبنا، أول ما يجون على مكتباتنا يحرقوها. لذلك تمر بعض السنين بعض الأزمان كتاب عظيم من كتبنا ما تلقى له إلا لا تجد له إلا نسخة أو نسختين أو 3 نسخ بالحد الأقصى، زين. بينما الآخرون كان يعني الحكام في خدمتهم وهم في خدمة الحكام والسلاطين، هم يزيفون الحقائق التاريخية وفق أهواء الحكام والملوك. هم بالحقيقة يعني يؤمنون بولاية الحاكم بشرط أن يحفظ لمذاهبهم وجودها، وافعل أيها الحاكم ما شئت، مو مشكلة عندنا. صحيح يضعون بعض الضوابط بعض القواعد، ولا يعني يصير أشبه بالهيتة يعني. هذه بعضها ضوابط وقواعد شكلية، وبعضها يعني تحفظ المملكة، بالنتيجة هاي ممالك ودول تحتاج إلى ما يحفظها. هم يريدون دول، يريدون يعني ممالك، كل إنسان يميل إلى تنظيم أمره يعني بطبيعته بفطرته بعقله. على أي حال هسه احنا ما نروح بعيد، فليكن دحية من هذا القبيل يعني من التراث الذي أضيع. بالنتيجة يبدو أنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله كان حينما يجلس مع جبرائيل عليه السلام في بعض الأحيان كان جبرائيل هم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يظهر بهيئة دحية الكلبي. وقضية مرور الصحابي العظيم أبو ذر رضوان الله عليه وهي أيضا مذكورة في محلها، وأنه لماذا لم يسلم علينا إلى آخره. لكن سماحة الشيخ أيضا أعتذر عن المقاطعة مرة أخرى، البعض من الذين عقولهم يعني بحاجة إلى أن تكتمل يقول لك لماذا لم يتمثل بصورة علي بن أبي طالب. أنا باعتقادي الخاص بحسب ما فهمت من خلال طرحكم أن أمير المؤمنين هو أرقى رتبة من جبرائيل، فكيف له أن يتمثل بصورة علي مثلا أو غيره أو أنه من الأئمة. الأئمة أرقى رتبة من الملائكة، فهم الملائكة لا يجرؤون على أن يتمثلوا بصور هؤلاء العظماء. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني كلمة لا يجرؤون، هم بالحقيقة ليست هذه الأمور من كيفياتهم وأهوائهم، هذه تخاضع للأمر الإلهي. الأمر الإلهي محدود بحدوده، إحنا ما نعرف أسبابه يعني، وإنما نمشي وفق الأدلة والبراهين. لماذا لم يتمثل؟ يعني وجدنا في أخبار المعراج أن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وآله في بعض المقامات المعراجية، خاطبه بصوت أمير المؤمنين في بعض المقامات المعراجية. لماذا لم يظهر؟ الله العالم، لا نستطيع أن نقول الشيء، لا سيما ونحن في شهر رمضان، والذي لا يمكن أن يكون الإنسان ينسب شيء للدين والنصوص إلا بالدليل العقلي.
فالمهم الشاهد الآخر أيضا يعني مو فقط ضحية الكلبي، الملائكة قد ظهروا بعض الظهور في معركة بدر وغيرها. هذه ظهورات، هذه تنزلات للملائكة أو تمثلات، فتمثل لها بشرا سويا فتمثل. خوش. فمن هنا نرجع إلى هذه النقطة، فالملائكة وجودات شريفة علوية عارية عن المادة وعن الماديات، فإذا نزولهم في هذا العالم يعني تمثلهم في هذه الليلة، ليلة قدر. من اسمها ليلة قدر تقادير، كما أسلفنا الحديث في بداية الأمر الثاني عن ليلة القدر أنها ليلة زمانية، فلما كانت ليلة زمانية إذن هي ليلة في عالمنا، عالم المحسوس، عالم المادة. فلذلك يناسب هذه الليلة تنزل الملائكة بمعنى ظهورهم وتجليهم في هذه الليلة الشريفة، الليلة العظيمة، بل أعظم ليلة في كل الأزمان. سماحة الشيخ، هذا النزول الذي تتحدث عنه للملائكة أكيدا هو له غاية وله أمور يجب أن يقوم المنزل بإجرائها، فما الغاية من هذا؟ طبعا هذا السؤال سؤال عقلائي قبل أن يكون عقلي، لذلك الذي لا يؤمن بالتحسين والتقبيح العقلي كالأشاعرة، الأشاعرة يقولون الله يفعل بلا غرض بلا حكمة، يعني بلا حكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طبقوا هذه الآية في غير محلها اللائق بها. وهم أعتقد في هذا الأمر قد قاسوا على تصرفات الحكام أيضا، هم حكامهم أيضا كانوا يتصرفون هكذا. كثير من الدين عندهم يعني تأتي القضية، يأتي الفعل ثم تأتي تبريرات الفعل، تخلق النظرية بعد الفعل. من هنا كما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هذه آية، فإذا ما يستفيدون من العقل على الأقل هذه آية ونص صريح، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. عليه الملائكة اللي بعض مراتبهم علوية شريفة جدا عالي تخوم آفاق عالم الجبروت، اللي أدناه أسفل منه أعلى مراتب عالم الملكوت، منهم حملة العرش، والله مشكلة حتى العرش وخلوه مادي وسوى لأطيط وما أدري إيش تتوقع، هذه مشكلة كبرى. فلذلك أكثر خطابنا ليس معهم بالحقيقة، ما نهتم بهؤلاء، نهتم باللي عنده عقل فوق. زين، فهذه الملائكة، هذه الوجودات الشريفة العلوية حينما وظاهر الآية، لأنه يوجد عندنا جمع محلى بالألف واللام، وظاهر ذلك هو العموم الاستغراقي، فإحنا ما نرفع اليد عن هذا العموم الاستغراقي الظاهر في استغراق وجود الملائكة، كل الملائكة في النزول ليلة القدر بمعية الروح، إلا بدليل قطعي، إلا بدليل قطعي. فهذا النزول لكل الوجودات الشريفة العلوية المدبرات لكل العوالم مما سوى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون نزولهم، وقد ثبت عندنا نزولهم بصريح الآيات الكريمة، لابد أن يكون لغاية، أولا مو فقط غاية حقه لتنزه هذه الوجودات العلوية من التصرفات العبثية واللغوية، لابد أن تكون الغاية مناسبة لوجوداتهم أيضا، مثلنا فيما سبق من أنه يعني أنت تريد أن تصل إلى الجامعة، تارة أنت أستاذ جامعي، تارة أنت مثلا مدرس إعدادية، تارة أنت معلم ابتدائية، تارة أنت موظف مدير عام، أنت وزير، أنت رئيس جمهورية، تارة أنت وظائف يعني مثلا المهن المختلفة المحترمة، مختلف الوظائف والمهن التي يمارسها الإنسان، كل وظيفة لها لوازمها، لها ضوابطها، لها قواعدها، لها أوقاتها، لها دقتها، الدقة الموجودة عند الوزير غير الدقة الموجودة عند المدير العام، الدقة عند المدير العام غير اللي دون منه، وهكذا وظائف كثيرة، والوسائل التي يستخدمونها أيضا لابد أن تتناسب مع ماذا؟ مع وظائفهم، مع دقة مسؤوليتهم، مع دقة الوظائف التي أنيطت بهم. يعني لذلك أنت الوسائل لابد، الوسائل بعضها تحتاج من عندك وقت، مثلا أنا أستطيع أن أذهب إلى دائرتي على البايسكل، مثلا الدراجة الهوائية، أستطيع أن أذهب على الدراجة النارية، أستطيع أن أذهب بالسيارة الفلانية، في بعض الأحيان لا، هاي السيارة نفسها ما تنفع،
وسيارة بعدها وبعدها وبعدها وبعدها، وحتى الطرقات والوسائل وال يعني جادة الطريق التي يسلكها المسؤولين هم تحتاج في بعض الأحيان إلى جادة معينة، إلى طريق معين، إلى وسائل معينة، هذه كلها تناسب وظائفهم مو فقط تناسب مقاماتهم الاعتبارية. بمعنى أنني أحاول أن أؤدي الوظيفة بأسرع وقت وبأقصر الطرق حتى تصل. فإذا لابد أختار الوسائل مصحيح اللي تناسب هذه المقامات بتلك الوظائف المناطة بهم. الملائكة آخر بعضهم حملة العرش العظيم، زين سكان عالم الملكوت والجبروت الأعلى، ذولا لهم وظائف عظيمة جدا 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 عظيمة، فلابد لما ينزلون في ليلة زمانية، ليلة مادية، ليلة محسوسة، لابد إن حينما ينزلون أن نزولهم يكون لغاية حقة وبوسائل وأدوات حقة تناسب كل ملك ملك. ها شايفين شلون تناسب كل ملك ملك. الآن هذه المقامات الملائكة المتعددة الكثيرة جدا المتعالية وما دونها، ومنها أشرف مقامات الملائكة في عالم الجبروت، عباد لا يعصون الله طرفة عين، لا ينزلون على من يعصي الله، عباد لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين، طبعا في عين أنهم يؤدون وظائفهم التدبيرية، لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين، لا ينزلون على من يغفل عن ذكر الله، لأنه لا يناسبهم النزول على كائن أدون منهم مرتبة في الوجود وفي الشرف. ملائكة لا ينسون، لا يناسبهم أن يتنزلوا على من ينسى. إذن أنت تحاول أن تسقط فئات في 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 الوجود هذا الذي نحن فيه، في تسقط فئات تقول أن هؤلاء لا تشملهم النزولات التي طبيعة الحال، يعني طبيعة الحال هذا يعني ما راح يصير يلائم الغاية التي يجب أن يتنزل لأجلها الملائكة. القرآن يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فإذا نزلوا على من ينسى ويغفل وما إلى ذلك كانت وجهتهم من هو أدنى منهم وجودا، وجهتهم ها، وهذا قبيح، هذا قبيح، هذا ما غير لائق. فعباد لكل منهم مقام معلوم، لا ينزلون على من هو أدون منهم مقاما، إذ المراد بالنزول في هذا العالم كما بيناه وظهورهم من عالم الغيب في عالم الشهادة. ومن هنا فلله عبد، لله عبد موجود في عالم الشهادة أرفع درجة من الملائكة وهم في عالم الغيب مستقرين. هاي لا ننساها، أنه تركوا عالم، ما تركوا عالم الغيب، ظهروا في عالم الشهادة، تجلوا في عالم الشهادة. فلا بد أن لله عبدا في عالم الشهادة هو أرفع من مقامات الملائكة، الملائكة طرا كي يكون وجهة للملائكة طرا. وهذا أمر في الحقيقة سماحة الشيخ عظيم وكبير أنتم ستقولونه الآن، ولكن الوقت داهمنا، الوقت داهمنا، سنترك هذا الأمر لكي يكون المشاهد الكريم ونحن أيضا في شوق لمعرفة هذا الأمر، نتركه إلى الحلقات الأخرى إن شاء الله. هذا ما يسمح به وقت البرنامج. في ختام الحلقة نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا، آملين من الله عز وجل أن يتقبل منكم أعمالكم ودعائكم في هذا الشهر الكريم سماحة الشيخ، ونحن بخدمتك وبخدمة السادة المشاهدين. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمامة وليلة القدر. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.